معانا نجمة طيور الجنة، صاحبة أكيد الأنشودة الرائعة اللي منتشرة بصراحة على يعني لسان كل الأطفال، قاعدين نسمعها دائما. جنى مقداد، أهلا وسهلا جنى، وكل سنة وأنت طيبة يا جنى. طيبين، الله يسلمك. جنى، أنت شاركتي السنة هذه، جيتي قبل الشرقية صح؟ إيه. طيب كيف شفتي تفاعل أهل الشرقية معك؟ منيح. منيح؟ حلو؟ طيب تشاركينا بحاجة؟ النشيدة حقتك اللي يحبوها الجمهور؟ يلا بسم الله. جابت بابي، بابي حيل صغير، يا الله حبيبي شو ذكي ومغندر، شو منحب نلعب معه ونغني له وندلعه، يا الله ما أروعه الغالي مثل القمر. الله 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 الله، يعطيك العافية. برافو 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 جنى، يعطيك ألف عافية. برضو معنا أحد نجوم طيور الجنة الرائعين جدا، اللي هو وليد، يمكن مؤسسين طيور الجنة بعد ما شاء الله، وليد مقداد. وليد مشاركنا يمكن لأكثر من سنة ما شاء الله في المنطقة الشرقية، شارك في أكثر من فعالية من فعاليات المنطقة الشرقية، يعني هو متعود. أنا أقول أنك أنت بين أهلك وجمهورك. أكيد أكيد أكيد. الله يعطيك العافية وليد، كل سنة وأنت طيب، ونرحب فيك أكيد في المنطقة الشرقية. وحابين نسألك كيف شفت تفاعل الجمهور معاكم، كيف شفت التواجد من الجمهور المنطقة الشرقية؟ والله بصراحة جمهور الشرقية أو جمهور الدمام يعني جمهور يعني قوي، من أحلى الجماهير اللي يعني تشاركنا، تفاعلهم قوي، يعني متحمسين معانا واحنا متحمسين معاهم، ويعني اجواء حلوه هنا بنعيشها معاهم. جميل. انا شفت امس صوره من الصور المنتشره في هوشه بينك وبين اخوك، تهاوشتوا جد؟ لا لا، هذه كانت من انشوده عصومي ضرب وليد. عصومي ضرب وليد، مين اللي مغنيها انت؟ لا انا وعصومي. انت وعصومي، طيب وين عصومي؟ خلينا نغنيها. طيب عصومي مقداد، نرحب فيك عصومي. حياك الله. سهل، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. الحين انا ما اشوف اي خدوش ولا شيء، انتم ما تهاوشتوا مع بعض؟ لا مثلت لا، بس ما زبطتوا التمثيليه. ها خفيف يعني بس شوي. طيب هتشاركونا بالنشيده حقت عصومي ضرب وليد؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله اليوم. لا دحين على المسرح. المسرح احسن. طيب خلينا نشغلها، في عندك موجوده؟ طيب الله يعطيكم العافيه. ايش تعيدون في جمهوركم في المنطقه في المرحله المقبله؟ يمكن انتم ما شاء الله اتجهتوا الان، نقدر نقول لكم اتجهتوا الى يعني تركتوا من النشيد واتجهتوا الى الظهور اللي هو التمثيلي اكثر، فايش اللي تعيدون في جمهوركم في المرحله المقبله؟ النشيد ممكن مثلا نسوي مره انشوده بالسنه، او يعني انشودتين ثلاثه، وهلا الحين اتجهنا للبرامج اكثر. جميل جميل. ايش البرامج اللي عندكم؟ في مفاجات، في جنجل مفاجآت. ايه ما ودك تقول لي؟ ها هلا، في عرضنا الجزء الاول من برنامج جنجل. وان شاء الله في برامج ثانيه ان شاء الله. طيب انت ما اعطيتني معلومه مفيده، خلينا ناخذ من اخوك. ان شاء الله في المرحله القادمه راح يكون في برامج، وان شاء الله مسلسلات واشياء جميله ان شاء الله راح تعجب الجمهور. راح ننتقل من مرحلة النشيد، أو يعني راح نظلنا في مرحلة النشيد، ولكن كمان راح ننتقل لمرحلة اللي هو التمثيل وتقديم البرامج وهذه يعني الأشياء. يعني في النشيد ما حنجد كثير، في التمثيل أكثر. ممتاز ممتاز ممتاز، الله يعطيكم العافية. أكيد أنتم حضوركم جميل، والجمهور ينتظر منكم المزيد. ويمكن الآن هو الفن، يعني نقدر نقول أن الفن كل شيء مزيج، ما تقدر تقول أنه محصور على الإنشاد أو الغناء. يعني ممكن الغناء يمثل 10% من الجماهيرية، هو القبول، قبول الناس. لا، هو قبول الناس أكيد هو الأهم وهو الأوفر حظا في الظهور. يعطيكم ألف عافية، وشكرا تواجدكم معنا ونورتوا المنطقة الشرقية. شكرا. طيب نرحب بالفنانة الرائعة والنجمة الرائعة، نجمة طيور الجنة، ليان سميح، النجمة الرائعة اللي مشاركتنا في فعاليات عيد الشرقية. أهلا وسهلا فيك، وكل سنة وأنت طيبة. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله ينعاد عليكم كل صحة وسلامة يا رب. الله يسعدك يا رب. أنت شاركتي يمكن أكثر من سنة في فعاليات عيد الشرقية وفعاليات الشرقية، ولا أول سنة؟ لا لا، أول سنة هاي. أول سنة تشاركي وتفاجئ جمهورك، ما شاء الله كان لك نشيدة رائعة جدا على المسرح بالعربي والإنجليزي، ما شاء الله كانت رائعة وجميلة وحققت أصداء جميلة عند الجمهور. تحبين تشاركينا فيها؟ اللي هي تبعت العيد. عن العيد.
في أكثر من واحدة عربي وإنجليزي فصل العيد. أي حاجة. سعيد is happiness for every Muslim everywhere. سعيد is happiness for every Muslim everywhere. We pray for everyone, God bless us all with His mercy and care. We pray for everyone, God bless us all with His mercy and care. سعيد is happiness for every Muslim everywhere. سعيد is happiness. For every Muslim everywhere, we pray for everyone, God bless us all with His mercy and care. We pray for everyone, God bless us all with His mercy and care. La 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 عيد وكل سنة وانت طيبة ويا رب يجعل كل أيامك أعياد وأفراح يا رب. إن شاء الله يا رب ينعاد عليكم بكل صحة وسلامة وعافية يا رب. الله يسعدك يا رب يعطيك الفاتحة. الله يعافيك. معنا الأستاذ خالد مقداد مؤسس وقائد طيور الجنة، الفريق الرائع اللي دائما يبهرنا بإبداعه وإنجازاته على مستوى المنطقة العربية وأيضا على شاشة طيور الجنة. نرحب فيك أستاذ خالد ونقول لكم كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير الله يسلمك يا رب. الله يعطيك ألف عافية. إيش رسالتك اللي توجهها لأهل المنطقة الشرقية وأنتم شفتوا تفاعل أهل المنطقة الشرقية ويمكن يعني مو أول سنة تشاركونا في فعاليات المنطقة الشرقية؟ بداية كل عام بخير لكل أحبابنا في المملكة وبالأخص في المنطقة الشرقية. إحنا طبعا كان أكثر من مشاركة سابقة في المنطقة الشرقية بأكثر من حفلة. أنا أؤكد مرة ثانية أن الجمهور يبدو عليه الهدوء ولكنه هذا هدوء الذواقة نسميه إحنا، الناس اللي تسمع وتتذوق الأناشيد والأغاني اللي نقدمها إحنا. فتفاعلهم حقيقة جدا رائع كان بالأمس وتتوقع كذلك اليوم في جمهور أكبر من أمس كما أخبرنا يعني. فأنا أقدم لهم كل الشكر والتقدير على أول شيء مجيئهم وتشريفهم لنا بهذا الحفل، وهذا تقدير منهم لنا حقيقة بالحضورهم ومن ثم تفاعلهم الجميل وانتظارهم لوقت طويل كذلك هم جالسين حتى يعني يحضروا أكبر قدر من الفقرات اللي بنقدمها، فلهم منا كل التحية والتقدير. جميل جميل الله يعطيكم ألف عافية. إيش اللي ميز هذه السنة عن السنوات السابقة اللي شاركتوا فيها؟ ربما احنا تمكننا على المسرح اكثر من طرفنا احنا، اول شيء جئنا بمواد جديده لاول مره ربما كمان تسمع وبخاصه بهذه المناسبه بالعيد. الحقيقه التنظيم والترتيب كان مميز بشكل كبير، يعني لاول مره في المنطقه الشرقيه بنشوف هذا الترتيب على مستوى المسرح، التنظيم، الاستقبال، الشباب ما قصروا حقيقه من من من, من لحظه يعني ترتيب الحفل أول يعني الخطوات الأولية للحفل واستقبالنا إلى هذه اللحظة، ويعني قاربنا على يعني السفر والمغادرة لقينا كل ترحيب وتقدير وقلنا تجهيزات على مستوى جدا عالي، فإحنا جدا مبسوطين من كل هذه الترتيبات والحقيقة لأول مرة بنلاقيها في المنطقة الشرقية بهذا الشكل. جميل جميل الله يعطيكم ألف عافية، وأكيد نؤكد أن أنتم بين أهلكم وأحبابكم، إحنا أهلنا أنتم أهلنا وأحبابنا أكيد. يعطيكم ألف عافية. أنتم ما شاء الله بديتوا تضمون ما شاء الله نجوم في الفترة الأخيرة، يعني في استعداد لضم النجوم، كل شوية نشوف أوجه جديدة على طيور الجنة، هذا شيء جميل. أنتم ما شاء الله ضميتوا قريبا النجوم، فممكن تحدثنا عن هذا الشيء سريعا؟ أي نعم حقيقة إحنا عندنا برنامج للاستقبال واستقطاب النجوم، برنامج مواهب على مستوى الوطن العربي، كل سنة هذا البرنامج اللي هو اسمه كنز نستطيع من خلاله بنعمل جولة، بنختار مجموعة من الأطفال نعملهم تصفيات حتى نخرج. في أول سنة في البرنامج كان معنا بتشارك بنت مميزة ومبدعة اسمها طيف الزهراني من الرياض، وإلها الآن على الشاشة عندنا مجموعة مواد وشاركت معنا مجموعة حفلات. السنة الثانية عندنا كانت أمينة كرم من المغرب وصاحبة صوت جميل حقيقة ويعني أخذ، والسنة الثالثة عندنا كان طفل من اليمن اسمه شهاب الشعراني كذلك. طبعا احنا ما حرقنا كل المفاجآت، ان شاء الله الحفلات القادمة حتشوفوه مرة ثانية كمان مجموعة ثانية، والسنة القادمة فكل سنة عندنا نجم جديد من الأطفال ينضم، واللي بنزوجه ان شاء الله يعني بيجيب لنا كمان نجوم كمان. ما شاء الله تبارك الله، انتم نامين اجل تاخذون ألف سنه ما شاء الله. جميل جميل الله يعطيكم العافيه. ما شاء الله انتم يعني عندكم بصراحه يعني اشوف امينه كرم صارت هو الوجه اللي نقدر نقول وجه المألوف لطيور الجنه. هذا شيء جميل بصراحه انكم انتم والله عودتوهم وعطيتوهم المهارات انهم وصلوا لهالمستوى الجميل من الابداع. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك وشكرا لكم موصول، وان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم، واحنا دائما عندنا نشيده بنحكيها دائما في البدايه راح تبقى طيور الجنه بلهجتنا يعني، ويعني التقديم ان شاء الله الافضل والاجمل اللي يعني يسر جمهورنا ان شاء الله. جميل الله يعطيك العافيه استاذ خالد مقداد، تشاركنا بنشيد.
صوتي مش بشارككم بس صوتي الحين بدي اطلع اغني على الله يعطيك العافيه. بدأوا صح طلعوا يلا بدأوا اي نعم في بنات وعلي الله يعطيك العافيه. بعد الحفله ان شاء الله تعالى يا بنغني مع بعض يا بنتعشى مع بعض. الله يسعدك حبيبي والله. إذا كانت هذه رسالتنا من كواليس مسرح الصالة الخضراء بالراكة وتحديدا مدينة الدمام من فعاليات عيد الشرقية التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية وغرفة المنطقة الشرقية. كونوا معنا دائما وأبدا بالجوار.